هي والله ما هو قليل هالسعد. زين ها ها لا عاد ليه ما تستلين سيفك وتعلميه شلون وصول للبارزة؟ ما لي خلق للسيف اليوم. اي ادري، وانت ما ترفعين سيفك وتجيبين لنا المصايب غير من يكون عم الشيخ ساطي حاضر. ليه؟ وين ابوي؟ ما ادري، طلع مع فشط الضوء مع الغضب وللحين ما عاود. ليه ما قلت من الاول؟ للحين ساكت. نوف لو ظليت ساكت كان احسن. سرجت الشوق على الخيل الأصايل وحالي من الجفا يا غيث مايل، أدور عن عيونك يا عيوني ولا ألقى للوصل درب وسايل. أدور عن غرامي بكل ديرة، أدور عن ما بين القبايل، عسى يا نوف لو تدري بحالي صويب ودمعين لو جيت أدور لك من إحساسي إحساس ما هقوتي تكفي بقايا سنيني. أنت الوحيد اللي جذبني من الناس وأنت الوحيد اللي يجي له حنيني. ما دام عيني تشوف عينك فلا باس لو مات كل الناس قدام عيني. بيني وبينك سور من رماد، شاد القدر حاجز من دوني ودونك. ليه تقولين هيك؟ علميني من أي غدير ترتوي المزيونة وأنا من الحين أشد الرحال طالب نلقوه. إن كنت من صدق تهواني ابعد ابعد ولا تعاود الآن. شلون؟ شلون والقلب واللي يقود خطاي وخطاك بعد؟ اوعدني. أوعدك وأخلف الميعاد. وش السالفة يا نوف؟ لين هزمتي؟ هذا هو المتشاي اللي قلت عليه؟ اي شفتها اكثر من مرة تقعد بالساعات شاردة. لكن ما انا شايف بيه شيء. امشي 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 كمل طريقنا.
زين على امرك. لاجل خاطر النوف لا تتبع خطاي. ليه؟ لجلي ولجل الشيخ ماجد يرضى عليك خلنا نطلب لك نرجس بنية مزيونة وما بمثلها. وأنا غير نجود مقبل حليل تلي. وش بيها نجود يزيد عن بنات العرب؟ وش بيها؟ أحبها يما أهواها. والشيخة يا متعب ودك تنازل عنها لعيون نجود؟ وش دخل الشيخة بالسالفة يما؟ متعب يمه، يوم الشيخ ماجد يدري انه بدك تزوج وشلت سالفه بنت عمك من راسك يثق بيك ويفكر بيك بالشيخ. متعب يمه، خذ بشور امك وانت اكسب. وش قلت؟ زين يوم اللي تشوفينه صحيح؟ صحيح. بالمبارك يمه، خلنا فرح الشيخ ويطلبها لك بالحال. يا شيخ اجاك الفرج يا شيخ. اشوف الناس بعيون وأشوف إن الفرحة فيهم ودار الدمعة بجفوني وأنا بلوايا بيديهم. بل مبارك، بل مبارك والسبع بركات إن شاء الله يا متعب. الله يبارك فيك. ليت الخطاوي تهتدي المسراها وتصل المسعاها، وأنا هديتي كبيرة كبيرة كثير لك يا متعب، وده حقق لك اللي تتمناه وما أنت قادر توصل له. قول وهذا نسمعك. وده خلصك من جسار. أنت؟ إيه أنا. شلون هذه؟ شلون هذه؟ خلها عندي. أنت روح أعرس وأنت متطمن. أنت من زمان وأنت عايش بهالمكان هذا يا هواش؟ إيه طول عمري بهالمكان. المكان هذا بيتي وناس أهلي، لكن الظاهر أنك حنيت الهلك يا سعد. إيه بالله، مشتاق لأبوي وأخوي مطر وريحة أمي الغالية الله يرحمها. بس يا ليت أزور قبرها وطيب بذكراها. على القليلة أنت تعرف قبر أمك وين لأجل تزورها، لكن أنا تربيت يتيم، لا لي أهل ولا لإخوان وحتى ما أعرف أمي، لكن الصبر
صبر يا سعد، الشيخ الصاطي انطاك وعد لجل تاخذ بثارك، ولا ما يجي هاليوم لجل تاخذه. والحطب للنار وقاده، والحطب للنار وقاده. هذا الحطب وجبناه. خاطر يا عيون لخاطر، يا قلب خاطر، يا لبدة تبدو لخاطر. أقول يا خاطر سم يا مليون تالمليونات. أمي تعرفها؟ أنت اللي تشم؟ أقصد أمك اللي جابتك على الدنيا؟ إيه يا خاطر رحمة الله عليها، ما كان بمثلها بين كل الحريم. تعرفها؟ ولا عمري شفتها، لكن أعرف بنيتها مليون تالمليونات. صحيح أنها ماتت وهي تلد بي؟ وعمي الصاطي وش قلت؟ كل ما افتح معاه الموضوع يسده، أحسه ما يحب يجيب طاريها. معذور معذور، لأنه كان يحبها وفراقها بعده يعذب بقلبه. صدقت يا خاطر صدقت، كاد انه لاجل هيج كل ما يتذكرها يتقدر. من هذا العيل وليه دمع ثيابه؟